يلا سؤال رقم واحد، السؤال رقم واحد معرفتوش. تعالي نجرب نعملها مع بعض. هقول ايه في التفاعل المتزن التالي؟ اذا كان معدل تكوين غاز دول عند درجة حرارة 25 كان بيساوي قد كده. عند رفع درجة الحرارة الى 45 فان معدل تكوين غاز الاي بي هيتساوي كام؟ بصي احنا دايما بنتكلم في الفكرة، في الفكر الاساسية اللي معانا. احنا اتفقنا مع بعض في الباب الثالث ان لو ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 10 سيليزيوس بيزيد التفاعل او بيزيد السرعة للضعف، صح؟ ده اللي احنا ايوه اتفقنا عليه، يعني لو ارتفعت درجة الحرارة 10 سيليزيوس التفاعل بيزيد للضعف. ده اللي هيحصل بالظبط. دلوقتي احنا كانت درجة الحرارة 25، بقت كام يا دكتور؟ كانت المعدل بتاعها 3، طب زوديها للضعف يعني، او زوديها 10 سيليزيوس تبقى 35، يبقى زوديها للضعف يبقى ضعف الستة كام؟ او ضعف الثلاثة ستة. طب زوديها للضعف يبقى كام؟ يبقى 45. تبقى ضعف الستة كام؟ ضعف الستة 12. تمام، يبقى المعدل بتاعنا هيبقى كام؟ هيبقى 12. يبقى هو هنا بيلعب على اللعبه الاساسيه او الفكره الاساسيه، لو هي ارتفعت درجه الحراره بمقدار 10 سيليزيوس هيزيد بمقدار كام؟ الضعف. حلو. تمام. رقم 2، رقم 2 هتبقى جيم. رقم 2 هتبقى جيم. بيقول لي يا دكتور عند اضافه قليل من خليط الراجل دون للتفاعل المتزن السابق فانه ينشط في الاتجاه مين؟ ما هو انت دلوقتي الخليط دون كان فيه غاز النيتروجين، معنى كده ان انت هتزود الراجل ده. ما انت لما تزود الراجل ده يا دكتور هتروح ناحيه فين؟ هتروح ناحيه العكسي، فايه اللي هيحصل؟ فهيزداد تركيز الراجل الطيب ده. تمام، تبقى الاجابه جيم. رقم 3، هتبقى ب رقم 3 هتبقى ب. حلو قوي. خلي بالك في فكره هنا برضو تانية، هنا درجه الحراره من 200 250. يعني ايه 250؟ يعني من 230 لحد كام؟ لحد ال 300 يا دكتور. وهنا كانت 500، يعني ايه يا دكتور؟ يعني من 400 لحد كام؟ لحد 700. يبقى هنا يا دكتور كان لازم يبقى فيه اف اي 3 او 4، وهنا يا دكتور لازم يبقى فيه اف اي او. تمام؟ طب ما هو اللي ياكد لي كلامي بقى ان هو النو اير، النو اير ده كان بيبقى مين يا دكتور؟ كان بيبقى اوكسالات الحديد بالشكل اللطيف ده. تمام؟ دي كده كنا بنسميها اوكسالات الحديد. اوكسالات الحديد لو اتفاعلت مع الاسيلين او الحمض، تمام، هيدينا مين؟ ما هو الحديد بيتفاعل مع الحمض الاوكساليك فبيدينا اوكسالات الحديد. هنا يا دكتور هتبقى مين؟ هتبقى الاف اي اس او 4، واحنا اتفقنا مع بعض ان دي اهم معادله عندنا، ان الاف اي اس او 4 لو احنا رحنا سخنا هيدينا مين؟ هيدينا اف اي 2 او 3 زائد الاس او 2 زائد الاس او 3، ودول قلنا ان دي اهم معادله عندنا في الباب الاول. تمام، ولازم تجي لك السنه دي، يعني لازم تجي لك ان شاء الله. يبقى الراجل ده يا دكتور لما احنا نروح نسخنه هيروح يدينا مين؟ هيدينا اف اي 2 او 3 اللي هو الراجل ده. تمام، عشان كده اخترنا ده. خدها سكرين، خدها سكرين. يلا يا يوسف، رقم 4. من المخطط التالي عند إجراء التفاعل في الظروف المناسبة CCl2 مع صوابع ضخمة مع صوابع ضخمة مع صوابع كان في رأس أبيض لازم نتفاعل مع كبريتات، الكبريتات دايما كان بيرسبها أبيض. حلو جدا لحد اللقطة. تمام، تمام. دي فكرة ان احنا يبقى معانا كبريتات يا دكتور. بص البيكربونات مش بتدينا راسب فنستبعد الف. تمام، خلاص استبعدناها. هنا يا دكتور الكالسيوم برضو مش هيدينا راسب فهنستبعدها، او البيكربونات هنا، يعني البيكربونات هنا هنستبعدها، ما هي برضو بيكربونات مش هتدينا راسب. لكن هنا يا دكتور لو انت حطيت مثلا مع الراجل دون وليكن NH4 هنا كده مثلا CO3، كل اتنين CO3 بالشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ هيدينا CO3، ما هو ده راس ابيض. طب لو حطيتها هنا كده يا دكتور مع مثلا K2SO4 ما هيدينا مين؟ CaSO4 راس ابيض. طب لو حطيتها يا دكتور مثلا مع AgNO3، تمام، بالشكل ده هيدينا برضو مين؟ هيدينا برضو راس ابيض، اللي هو الاي جي، اللي هو AgCl ده الراسب، لكن ال CaNO3 مش ده الراسب. احنا هنا كنا بنلعب على سي اي، هنا كنا بنلعب على سي اي، لكن هنا ما كناش بنلعب على سي اي، يبقى مش ده الراسب، ده محلول عشان فيها نترات. تمام، ده الراسب اللي كان بيقول. فتبقى الاجابه مين؟ هتبقى الاجابه جيم. يبقى برضو هنركز واحنا بنحل ان احنا نركز في الناتجين مش في ناتج واحد. يعني هنا مثلا ده ما كانش راسب، تمام، لكن ده كان راسب. خلاص، تمام. اوكي، رقم 8، اكس واي رقم
اكس عضو يحتوي على اقل عدد من ذرات الكربون، واي غير عضوي، زد اكبر مركب في الكيمياء، يحتوي على صح. زد يبقى دي تي. واحدة واحدة. حلو جدا. دي دي تي. خلاص يبقى ألف مش معانا وده مش معانا. ويقول لك واي غير عضوي يبقى كبدتين حاصل صح. ماشي. هو بيقول لك حمض يحتوي على عدد اقل عدد من ذرات الكربون، جامد سان سي 6 اتش 6 سي ال 6 وفورميك. انا هاخد الفورميك. مش بس كده، الجبكسان مش حمض اصلا، تمام؟ فخلاص جيم غلط. اوكي، فهتبقى الاجابه مين؟ هتبقى الاجابه بقى حمض الفورميك. ده رمزه عامل ازاي؟ سي اتش يا دكتور 2 او، تمام؟ او 2 طبعا بالشكل ده، تمام؟ سؤال رقم اربعه تاني. سؤال رقم اربعه تاني، تمام؟ معلش هنجاوبه بالتفصيل. سؤال رقم اربعه، لو انت جيتي معانا مثلا سي اي سي ال 2 يا دكتور، لو احنا رحنا فعلناها مثلا مع وليكن اي جي ان او 3، هيدينا مين؟ هيدينا سي اي ان او 3 الكل باي 2، وده محلول زائد مين؟ زائد الاي جي سي ال، ده الرسب، تمام؟ اللي هو الرسب الابيض ده. طيب هنا يا دكتور معانا سي اي سي ال 2، لو راحت اتفاعلت مع مثلا ال ان اي 2 اس او 4 بالشكل ده، هيدينا مين؟ اول مع الثاني اللي هو سي اي اس او 4، وده برضه رسب ابيض زائد مين؟ زائد ال ان اي سي ال، ده كان محلول لكن ده كان الرسب. طيب المعادله الثالثه سي اي سي ال 2 يا دكتور، لو راحت اتفاعلت مع ال ان اتش 4 مثلا الكل 2 سي او 3، هتروح تدينا مين؟ الاول مع الثاني هيروح يدينا مين؟ هيدينا سي اي سي او 3، ما هو ده برضه رسب ابيض زائد مين؟ زائد ال ان اتش 4 سي ال. هيبقى احنا الحل الوحيد انك تجربي كل الاختيارات، تمام؟ بس دايما استبعدي البيكربونات، يعني احنا بنستبعد الاول بيكربونات مش معانا، البيكربونات برضو مش معانا، يبقى احنا هنجرب مين؟ هنكتفي بان احنا نجرب ب وج بس، تمام؟ رقم ستة. جهد الخلية مكونة من العنصر إكس كأنود وقطب الهيدروجين القياسي 280000 فولت. جهد الخلية مكونة من عنصر إكس وعنصر واي 250000 فولت، عند وضع عنصر واي في محلول عنصر إكس لا يحدث تفاعل، لأن جهد الخلية من مكونة من واي وقطب الهيدروجين القياسي يساوي. بقول لك عند وضع اللعبة هنا واي اللعبة هنا بتتلعب ازاي؟ هنشوف النشاط من مين؟ هو ايوه اللي احنا نرسم السهم بتاعنا يا دكتور كالعادي بالشكل ده. دلوقتي احنا الاكس هو الانود، يبقى الاكس ده فوق، تمام؟ ومعانا يا دكتور الواي، تمام؟ كان هو نفس الجهد بتاعه، بس واحد انود والتاني لازم يكون كاسود، يبقى دي مثلا تبقى بالسالب مثلا عشان تبقى، او بالموجب عشان تبقى تحت. لو احنا اعتبرنا دي بالموجب فنعتبر ان دي بالسالب عشان تبقى تحت، تمام؟ يبقى الواي قاعده تحت بالشكل ده. ما هو اللعبه دلوقتي ان الاكس مع قطب الهيدروجين، يعني الاكس والهيدروجين هو مين؟ الهيدروجين قاعد هنا بالنسبه للاكس، صح؟ ما هو ده انود، انود ده بالنسبه لنا. حلو. طيب عشان تعرف فرق الجهد يا دكتور، ما هو الاكس الواي ما قدرش يحل محل الاكس، صح؟ يبقى الاكس انشط. يبقى الاكس انشط، يبقى الاكس لسه قاعد فوق، يبقى الواي قاعد تحت. طب احنا عايزين نعرف هل الواي فوق الهيدروجين ولا تحت الهيدروجين، تمام؟ علشان تعرف الواي فوق ولا تحت الهيدروجين، كل اللي مطلوب منك انك تحول الواي تخليها كاسود، ما هي ما تفعلش، خلاص؟ يبقى هي بالتالي، وده هتبقى بالموجب. طيب دي بالموجب يا دكتور، يبقى الهيدروجين فوق، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لنا، لو احنا حطينا الواي مع الهيدروجين هتبقى دي هي الانود ودي هي مين؟ ودي هي الكاثود يا دكتور. وتروح تقول لي والله يا دكتور الانود ناقص مين؟ ناقص الكاثود، لانك انت هنا شغال على جهود الاكسده. هتحسب القوه الدافعه الكهربيه بالشكل دوت. الانود معانا كانت بكام؟ كانت ب سالب صفر، او لا بالموجب، الانود كانت ب 2 8 0 يا دكتور بالموجب، ناقص الكاثود اللي هو كان كام؟ سالب 2 صفر، تمام؟ تطلع الإجابة بكام؟ تقريبا بجيم. حلو؟ لا به هنجمع. اعملها، جرب تعملها على الآلة الحاسبة، لأن مش معايا آلة حاسبة، تمام؟ هنجمع، تبقى جيم رقم أقل أصلا، فهو هنجمع، لأن هو سالب في سالب بموجب. أوكي. ماشي، هتبقى الإجابة جيم. لحد اللقطة دي يعني فيها أي مشكلة؟ لا تمام.
خد سكرين. يلا نروح على اللي بعده، رقم 7، سؤالك المفضل. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا رنا، رنا رقم 7. يا رنا علي صوتك شوية، بس معلش صوتك بعيد شوية، صوتك بعيد شوية. واحد نون من الكاتيكول في أهم المركبات الموجودة في المحلول هي إيه؟ هتبقى دال؟ دلوقتي احنا عايزين نلعب، هتبقى ايه معلش؟ هتبقى دال؟ احنا عايزين نلعب لعبة لطيفة جدا وما ننساش، تمام؟ هنا يا دكتور هرجع له تاني في الحاضر. سؤال رقم 7 بيلعب بإيه؟ بيلعب إن الكحولات، كان دي دايماً عندنا ملحوظة، إن الكحولات تتفاعل مع الـ HCl ولا تتفاعل مع مين يا دكتور؟ مع الـ NaOH. نفس الكلام في الفينولات يا دكتور، الفينول كان ماله؟ كان يتفاعل مع الـ NaOH ولا يتفاعل مع مين؟ لا يتفاعل مع الـ HCl. حلو؟ طيب نجرب. هو الإيثيلين جلايكول ده بالنسبة لي كان كحول، صح؟ يعني احنا لو جينا نرسم الإيثيلين جلايكول بالشكل ده، سي اتش 2 ماسكة في سي اتش 2، هنا كده او اتش ماسكة في او اتش، لو راحت اتفاعلت مع الصودا الكاوية اللي هي بالنسبة لي كانت الـ NaOH، صح؟ هنا يا دكتور ادي الـ NaOH بالشكل ده، اللي هيحصل ان ده كحول والكحول لا يتفاعل مع الـ NaOH، فهتفضل زي ما هي، تمام؟ مين اللي زي ما هي يا دكتور؟ هي ألف، خلاص خلصان، تمام؟ الكاتيكول اللي هو كان رمزه عامل ازاي؟ فينول بالشكل ده، هنا كده او اتش ماسكه في او اتش، هتروح تتفاعل مع ال ان اي او اتش يا دكتور، تتفاعل عادي وهيدينا مين؟ هيدينا الفينوكسيد بالمنظر اللطيف ده، او ان اي ماسكه في او ان اي، خلاص؟ اوكي. طبعا طب انت اخترت ليه ان ال ان اي او اتش تبقى موجود؟ ما هي ما اتفاعلتش، في جزء منها ما اتفاعلش، يعني قاعد معانا في المحلول، خلاص؟ هو عشان عليه وفرة؟ بغض النظر عن وفرة ولا لا، هو انت اصلا الحبة اللي انت حطيتهم على الاسيلين جلايكول ما تفعلوش، هو ما تفعلش، فموجودين، تمام؟ لانك انت عندك خليط، خلاص؟ تمام. رقم 8، كل المستويات الحيوية يتم إجراؤها لتحويل مركب سيروتو العلبة سيروتو الأكسيتوبين إزاي تتلين إذا مركب سيروتو العلبة سيروتو الأكسيتوبين ما عدا إيه؟ هتبقى دال. تبقى ده المظبوطة. تعال نجرب نعملها مع بعض دلوقتي. كل الخطوات الاتيه يتم اجراءها لتحويل الراجل ده. بص، تسخين شديد، يبقى احنا بنتكلم عن الميثان، والميثان فعلا صيغته العامه اللي هو الكان. طيب تعال نشوف هنا يا دكتور، ده الميثان اهو، لو احنا سخناه تمام عند درجه حراره 1500 وعملنا له عمليه تبريد سريع، يروح يتحول لمين؟ يتحول لايساين يا دكتور. طب الايساين انت هتروح تعمل له عمليه هدرجه، تمام؟ طب ما هيدينا مين؟ هيدينا الكين بالشكل اللطيف ده، يبقى دي صح، ونفس الكلام دي صح. اعاده التشكيل دي يعني انت معاك هيكسان حلقي او هيكسان عادي سي 6 اتش 14، هتروح تعمل له اعاده تشكيل، هيديك البنزين. هتعمل له يا دكتور عمليه القلق، يبقى مثلا سي اتش 3 ماسكه سي ال وعليها اي ال سي ال 3، هيديك مين؟ هيديك الطولوين. هو انت يا دكتور لو انت عملت هدرجه للطولوين هيتحول لمين؟ هيتحول لميثايل سايكلو هيكسان، تمام؟ بالشكل ده، هنا كده مش هيبقى فيه دايره في النص، حلو؟ يبقى دي برده صح، ما هو اتحول لالكان حلقي، نفس الكلام دي صح، لكن ده هي اللي غلط، لان لما انت تسخن، تمام؟ تعال نعملها بمختلف، لما احنا نروح نسخن يا دكتور اهو عند درجه حراره 1500 ونعمل له عمليه تبريد سريع، هيدينا الايساين بالشكل اللطيف ده، هنا كده اتش وهنا كده اتش. هتروح يا دكتور مالها؟ هتروح، هو قال لي اعمل هيدرا حفزيه، يبقى الراجل ده يا دكتور مع الميه وجود H2O4 يديك الالدهيد، تمام؟ بالشكل اللطيف ده. طب ما هو الالدهيد لو انت عملت له عمليه اختزال، تمام، مع الهيدروجين يديك مين؟ يديك الكحول، والكحول مش ده الصيغه بتاعته، الكحول الصيغه بتاعته كانت الكان ومعاها او، تمام؟ فمش نافعه، يبقى ده الغلط. رقم 9، من المخطط التالي ده، فان كل من A و B هما ايه؟ هتبقى جيم. هتبقى جيم، صح؟ طيب نعملها بالراحه، وانت بتفكر لازم تفكر بالشكل اللي انا هفكر بيه دلوقتي يا دكتور. ده مين؟ ده الكين، يعني يبقى انت هتروح ترسم الالكين بالشكل ده، سي اتش 3 ماسكه في سي اتش، رابطه ثنائيه ماسكه في سي اتش 2، هتروح تفعلها مع الاتش اكس اهو يا دكتور،
هتكسر الرابطة الاتش تقعد جنب اخواتها، والاكس تروح تقعد الناحية التانية وتكسر الرابطة، فهيبقى شكل مركب سي اتش 3 ماسكة في سي اتش ماسكة في سي اتش 3 بالشكل ده، وهنا كده عليها اكس. طب هو هيروح يعمل لها القلقة، دي حلقة بنزين، ركز تمام. يعني هو هيروح يفاعل المركب ده سي اتش 3 ماسكة يا دكتور في سي اتش، هنا كده عليها اكس ماسكة في سي اتش 3، هيفعلها مع حلقة البنزين بالشكل اللطيف دون وجود ال ال سي ال 3. اللي هيحصل ايه يا دكتور؟ ان احنا هناخد هنا كده اتش، وهناخد من هنا كده الاكس، ونخرج بره على هيئه مين؟ اتش اكس يا دكتور، ونلزق المركب في بعضه، فيبقى مين؟ سي اتش 3 ماسكه في سي اتش ماسكه في سي اتش 3 يا دكتور، وهنا كده عليها حلقه بنزين من فوق او من تحت مش هتفرق معايا، على حسب انت بتسميها ازاي. تمام؟ يطلع مين؟ يطلع اثنين فينايل بروبان. تمام؟ طب وهنا يا دكتور ده كان اتش هي واحده، يبقى بروبال ثانوي، يبقى عشان كده اخترنا جيم. تمام؟ خد ايس كريم. ودي نفس الفكره اللي جت السنه اللي فاتت. يعني دي فكره جت السنه اللي فاتت، لا السنه اللي هي بتاعت 22 اقصد يعني. تمام؟ نفس الفكره دي جت في 22 ونفسها جت في 21، والله انا بحلف بالله، لان هو الفكره دي كانت بتعتمد على قاعده ماركينكوف. خد ايس كريم. يلا يا هاجر رقم 10. قولي رقم 6. رقم 6 حاضر، نرجع تاني لرقم 6 يا جماعه، نرجع تاني رقم 6، نمسحها خالص علشان نعرف ايه، نفسرها من الاول وجديد. هو بيقول لي ايه؟ خليه جهد الخليه مكونه من عنصر اكس كانود، يبقى الاكس قاعد فوق يا دكتور بالشكل دون، والهيدروجين قاعد تحت يا دكتور بالمنظر اللطيف ده، ده هنا كده الهيدروجين. جهد الخليه مكونه من عنصر اكس وواي بيساوي قد كده، يعني هو جهد الاكس والواي كانوا بيساوي بعض، يبقى مثلا هنحط الاثنين جنب بعض بالشكل ده لانهم بيساووا بعض. تمام؟ عند وضع عنصر واي في العنصر اكس لا يحدث تفاعل، ما الاثنين قد بعض يا دكتور، يبقى الاثنين مش هينفعوا خلاص. فان جهد الخليه المكونه للعنصر واي وقطب الهيدروجين القياسي هتساوي كام؟ احنا قلنا ان جهد الخليه دي كانت 2.095، ودي كانت بكام يا دكتور؟ كانت ب 2.80. تمام؟ دلوقتي بالنسبه لي اللي فوق هو الانود، وبالنسبه لي اللي تحت هو مين؟ هو الكاسود بالشكل ده عشان ما نتلخبطش. بعد كده بنروح نحسبها عادي، هو مديها لي بالموجب، فنحسب ان القوه الدفع الكهربيه كانت بتساوي الانود يا دكتور ناقص مين؟ ناقص الكاسود بالشكل اللطيف ده. طب الانود هنا مين؟ الانود بالنسبه لي كانت 2.095 ناقص الكاسود اللي هو كان كام يا دكتور؟ كان 2.80. على الاقل حسبه يطلع الناتج. ايا كان مين الناتج بقى انا ما اعرفش. طلع معاكم كام يا جماعه؟ جيم. جيم خلاص، يبقى دي المسألة مظبوطة. تمام؟ اوكي حلو، خد ايس كريم ودي كمان. يلا يا هاجر رقم 10. الجير الصوديوم هو هيدروكسيد البلاصوديوم. اوكي وبعدين؟ هتبقى 2 بروبانول. صح يا دكتور. بتتحل ازاي؟ بتتحل انك تكون حافظ رمز حمض الستريك. حمض الستريك كان 3 كربونات بالشكل دون ماسكين في 3 مجموعات وظيفيه بالمنظر اللطيف ده، هنا كده سي او اتش، وهنا كان في او اتش في النص، وهنا كان في اتش 2، وهنا يا دكتور برده كان في اتش 2. هو قال لي ان هو هيروح يجيب الملح الصوديومي، معنى كده ان هو لازم تتفاعل مع ال NaOH او مع الصوديوم او مع ايا كان علشان يديك الناتج 3 كربونات ماسكين في COONA، برضه ماسكين في COONA، ماسكين يا دكتور في COONA. تمام؟ هنا كان في OH وهنا كان في H2 وهنا برضه كان في H2. دلوقتي لو احنا ناخد الراجل ده اهو، لما ناخد الراجل ده ونعمل له عمليه تقطير جاف، تعال نشوف كده هنعملها ازاي. تيجي نرسمها كده، CH2 ماسكه في COONA، وهنا نفس الكلام سي اتش عليها هنا كده او اتش ماسكه في مين؟ ماسكه في سي او او ان اي. تمام؟ بالشكل اللطيف ده. هنا دكتور كان مين؟ كان سي اتش 2 برضه ماسكه في سي او او ان اي. نعمل لها تقطير جاف، يعني هنفعلها مع الان اي او اتش، وعلى السهم هيبقى في جير حي بالشكل اللطيف ده. السؤال يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ احنا دايما في التقطير الجاف كنا بنشيل ده، كنا بنشيل ده، كنا بنشيل ده، يبقى احنا هنخرجهم على هيئه 3 ان اي
2 سي او 3 يا دكتور. يتفضل لي مين في المركب؟ هيتفضل لي سي اتش 3 ماسكه في سي اتش عليها او اتش يا دكتور ماسكه في سي اتش 3 بالشكل ده. ده مين؟ ده لو جيت انت تعدل الرسمه بتاعته بالشكل ده سي اتش 3 ماسكه في سي اتش ماسكه في سي اتش 3 هتخليها افقيه بدل ما هي راسيه، يطلع مين؟ يطلع 2 بروبانول. تمام؟ طب انا مش حافظ رمز حمض السيتريك، ما مش عارف اجاوب. اوكي، يبقى الاحماض اللي موجوده في الدرس رقم 12 ده سؤال كان بدرجتين في السنه اللي فاتت بالمناسبه. تمام، يبقى الدرس رقم 11 كان درس مهم جدا. تمام، رقم 11 يلا يا هاجر. هتبقى جيم 11. بصي، هو قال لك في رقم 11 ان هو لا يذوب في الماء، رقم بي لا يذوب في الماء، وسي كان شحيح الذوبان. المركب الوحيد اللي كان عندنا شحيح الذوبان هو الفينول، والفينول ده كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه حمض الكربوليك، صح؟ يبقى الاحتمالات بتاعي ده الغلط وبي غلط. خلاص، ما هو ده حمض الكربوليك اللي هو الفينول. طيب السؤال بقى، مين اللي كان لا يذوب في الماء؟ تمام، هل البنزين ولا الايسين؟ مين اللي كان لا يذوب؟ اللا يذوب كان الالكين. حلو الكلام، يبقى الالكين هو ده يا دكتور، ما كانش بيذوب في الميه. طيب بيذوب في الميه الكحول عادي، ما هو الكحول بيكون روابط هيدروجينيه، ادام بيكون روابط هيدروجينيه يعني بيرتبط بالماء، ادام بيرتبط بالماء يبقى بيذوب. تمام، تبقى الاجابه جيم. حلو، 12 تبقى الف. 12 هتبقى ألف. هنا بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الباب الثاني. يا دكتور ده سؤال في الباب الثالث. أيوه، بس هو الفكرة بتاعته معتمد على الباب الثاني اللي هي إيه؟ اللي هو إن الكالسيوم يا دكتور، كنا إحنا بنقول إن الكالسيوم لا يذوب في الماء، لا يذوب أو يذوب، خلينا نقولها يذوب أحسن. الكالسيوم يذوب في الماء المحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، صح؟ ايوه يا دكتور. طب ما هو هل ممكن احنا واحنا شغالين في المنهج كنا بنكوب ان الراجل ده؟ لا يا دكتور، يبقى الراجل ده لازم يتفكك لمين؟ لميه وغاز ثاني اكسيد الكربون. ده معناها ان احنا معانا ميه وغاز ثاني اكسيد الكربون، ده معناه ان الكالسيوم يدوب. يبقى لو حطيت الراجل دون يمشي الناحيه الثانيه لانه هيدوب. تمام، فهيبقى هيمشي ناحيه الطردي، فايه اللي يحصل؟ ده هيدوب اكتر. تمام، تبقى الاجابه الف. شفت هو جايبها منين؟ ممكن انت تفكر فكره تانية، انا صح وانت صح، يعني احنا الاثنين افكارنا صح. تمام، 13 مين اللي عليه الدور؟ يلا يا فرحه، 13 يا فرحه، رقم 13 هتكون ب ثانيه واحده، هتكون ب 13 صح. طيب هو هنا يا دكتور خلي بالك ان ده كاشف انيوني وده برضو كاشف مين؟ كاتيوني، عشان تبقى احنا عارفين ان HCl المخفف مره انيوني ومره كاتيوني. ده كان كاشف المجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه دي اللي هي كان فيها مين؟ كان فيها حديد 2 وكان فيها حديد 3 وكان فيها مين يا دكتور؟ وكان فيها الومنيوم موجب 3. يبقى البي او السي يقدر يكشف على بي ويقدر يكشف على مين؟ على الاي. تمام، تبقى الاجابه ب. خد ايس كريم، رقم 14 هتكون جيم. 14 هتكون جيم، والله ممتازه. طب هو هنا بيلعب على مين؟ بص يا جماعه، محلول ملح مع غاز، اعرف ان الغاز ده H2S، راس بيسود، يبقى احنا معانا مين؟ يبقى احنا معانا اس على طول، ما تفكرش. يبقى البي لازم يكون فيها اس، يبقى الف و به غلط. احنا قلنا جيم اصلا، احنا مختارين به ليه؟ تمام، يبقى ا وب غلط، اتفقنا. نيجي بعد كده لمين؟ نبص على الناحيه الثانيه يا دكتور. طب ما هو ده رصب ابيض، مين اللي يقدر يكون رصب ابيض مع الكبريتات؟ المحلول بتاعه اللي هو الباريوم بي اي اس او 4، خلصت. تمام، يبقى ده يا دكتور ده مين؟ هتبقى جيم. جميل، ده كان ممكن يكون الرصب دول، احنا عندنا رصبين اسود، يا اما بي بي اس، يا اما مين؟ يا اما سي يو اس، هما دول الرصبين الوحيدين الاسود. فجيم وده الاحتمال في البه، احتمال ينفعه، لكن هنا ده ما عندناش حاجه اسمها كده، ده ممكن يكون محلول، لكن البي بي
اس او 4 كان رصب ابيض مع الاسيتات، تمام، بي بي اس او 4 خلاص، لان في التجربه التاكيديه بتاعه الكبريتات كانت اسيتات الرصاص. 15 15 هتكون الف، 15 هتكون الف، حلو قوي. بيقول لي اضيف محلول البي او اتش له تساوي 11، مش هينفع تشتغل عليها وهي قيمتها بي او اتش، مش هينفع، لازم تحولها لبي اتش. هنروح نقول له ان البي اتش زائد البي او اتش بتساوي 14، يبقى يا دكتور البي اتش كانت بتساوي ال 14 ناقص البي او اتش، يبقى احنا بنقول ال 14 ناقص مين ناقص ال 11 تطلع معانا ب 3، تمام. يبقى قيمه البي اتش المحلول حامضي، تمام. طيب فنلاحظ الاتي، هو احنا يا دكتور الاكس هيكون فينولفثالين في الوسط الحامضي كان عديم اللون، ده حصل، واحمر اللون في المثال البرتقالي، والله تمام لحد اللقطه دي الدنيا تمام. حلو، رقم 12 او 16، مين اللي عليه الدور يا ولاد؟ يلا يا فاطمه، يا فاطمه رقم 16، فاطمه انت معايا يا فاطمة؟ 16 هتكون جيم، حلو جدا، 16 هتكون جيم. بص وركز كويس، بص على اتجاه الأسهم، احنا قلنا أول ما يجي لك رسمة بص على اتجاه الأسهم دي راحة كده يا دكتور، يبقى ده أنود، يبقى ده مين؟ يبقى ده كاسود، يبقى هنا يا دكتور برضو ناحية كده، يبقى ده أنود، يبقى ده مين؟ يبقى ده كاسود، حلو الكلام. طب هو عايز يكون خلية ما بين اللي هو السي والاي، طيب الاي هنا كان مين؟ كان هو الانود، والسي هنا كان هو الانود. روح شوف القوه الدفع الكهربائيه كانت اكبر فين، القوه الدفع الكهربائيه كانت اكبر هنا يا دكتور، يبقى ده بالنسبه لي هو الكاثود، تمام. لو احنا وصلناها مع مين؟ مع الانود، خلاص، لان الانود بيتاكل اسرع، اتفقنا. طبعا الاي والبي كان ثنائي التكافؤ والسي كان ثلاثي التكافؤ، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من الوزن بتاع المعادله، تمام. خدها سكرين اللي بعدها يا فاطمة، رقم 17، سؤال مباشر، رقم 17 هتبقى ألف؟ لا بصي، هو بيقول لي في الخلايا الجلبانية الموضحة بالشكل عند إضافة قطرات من الـ HCl، ما هو الـ HCl دون كان كشف المجموعة التحليلية الأولى في الكاتيونات، كان بيرصب الـ BB، يعني كان بيدينا BbCl2، ده كان بيبقى راصب، فإيه اللي يحصل يا دكتور؟ البطارية تبوظ، يعني بيقل زمن استهلاك البطارية، ما انت عمال تكون راصب بدل ما انت تخليها محاليل عمال تكون لي راصب، فده مشكلة، تمام. 18 هتكون دال، مظبوطة والله. في خلية تنقية من الكروم تحتوي على شوائب الاكس والواي، لوحظ ترتيب الاكس والواي في القاعة، ارسم، تمام، عشان تبقى فاهم انت بتحل ازاي. يا دكتور انا مش معايا وقت، لا معاك وقت ان شاء الله، معاك وقت، تمام. هنا يا دكتور ده عندنا كروم غير نقي، مثلا غير نقي، ومعانا كروم تاني نقي، ما هو دي الخليه بتاعه التنقيه، ومعانا هنا ده يا دكتور الموجب فهو الانود، وده يا دكتور السالب فهو مين؟ فهو الكاثود بالشكل اللطيف ده، تمام. طيب السؤال دلوقتي، هو بيقول لي ان احنا معانا اكس وواي قعدوا في قلب الاناء، هنا يا دكتور ده اكس وده واي، اترسبوا في قلب الاناء من تحت، معنى كده ان هم زي الذهب والفضه مثلا، تمام، يعني الذهب والفضه دول اللي هم اترسبوا في الاناء، وعند وضع العنصر واي في محلول الملح اكس يتغير اللون، معنى كده ان الاكس قاعد فوقه، تمام، يبقى الاكس قاعد هنا كده يا دكتور والواي قاعد هنا، تمام. ما هو ادام الاكس بيقدر يغير اللون يبقى الواي قاعد فوق، لان الواي هو الانود دلوقتي، تمام. فان الترتيب الصحيح لجهود الاختزال، ما هو الكروم يا دكتور هتكون هي اول واحده، ما هو الكروم هي اللي بتتاكل دلوقتي، يبقى الكروم بعد كده يجي الواي لجهود الاكسده، بقى هو عايز جهود الاكسده، تمام. وعند وضع العنصر واي في محلول ملح الاكس يتغير لون المحلول، تمام، يبقى الكروم هو اللي قاعد فوق، تمام. حلو، اللي بعدها مين اللي عليه الدور؟ مين اللي عليه الدور؟ يلا عبد الرحمن،
حاضر يا نور، هنرجع تاني بس نخلص الصفحة دي. رقم 19، يا عبد الرحمن 19. عليك سامعني يا مستر؟ ايوه تمام. تبقى باء. 19 هتبقى باء. ماشي مظبوطه. هنا يا دكتور ده جهد اختزال، وده يا دكتور جهد اختزال. خلاص 20. باء تاني باء الجملة تبقى باء. تمام. الصيغة العامة الآتية، بص احنا دايما متفقين مع بعض ان يا دكتور لما بتكون زائد الاتنين ومعانا اتنين يبقى ده اسبرينج لايكول ده كحول، وهنا كده يا دكتور الراجل الطيب دول ده حمض. حمض خلاص، ما هي دي الصيغة العامة للأحماض بشكل مباشر، هو جايبها بطريقة مباشرة. ماشي 21، خدها سكرين. 21 ألف. 21 هتبقى ألف. تمام. ده الهبتان. طب عملنا له عملية إعادة تشكيل، يطلع مين؟ يطلع التولوين يا دكتور. تمام. التولوين عملت له عمليه القلة، يبقى احنا عندنا حلين، المره الاولانيه هيديها لنا في القرصه وهو راسمها، المره الثانيه لازم ترسمها في مين؟ في الباره بالشكل ده سي اتش 3. طيب عملت اكسده يتحول لحمض البنزويك، تمام، او حمض التير في سالك بالشكل ده سي او او اتش، وهنا كده سي او او اتش. التير في سالك لو اتفاعل مع الاسنين جلايكول هيروح يدينا مين؟ تمام؟ هيروح يدينا اللي هو اسمها ايه؟ نسيج الداكرون، وده كان بيستخدم في تصنيع صمامات القلب. تمام؟ يلا يا ايمان 22. ايمان 22. معلش عالي صوتك شوية، والله الصوت بعيد. هتبقى ألف يا دكتور. ألف مظبوطة. بيقول لي أي من العمليات الآتية يتم إجراءها على حمض الكربوكسيلي أحاد القاعدية لتحويله إلى مركب متعادل بنفس عدد ذرات الأكسجين والكربون. بص المركب الوحيد، يعني اكتب الملحوظة دي، المركب الوحيد اللي بيه نفس عدد ذرات الأكسجين والكربون هو الإيثيلين جلايكول C2 H4 O2 أو H6 معلش. تمام. ده المركب الوحيد اللي عدد ذرات الكربون هي نفس عدد ذرات الاكسجين، واكتبها عندك ملحوظه. تمام. اللي هي الاسيلين جلايكول. طيب دلوقتي يا دكتور لو احنا جبنا مثلا مركب حمض كربوكسيلي وليكن مثلا حمض الاسيتك بالشكل ده، هنروح يا دكتور نعمل له عمليه اختزال مع الهيدروجين في وجود مين؟ في وجود السي يو سي ار او 4، فيروح يتحول لمين؟ يتحول لكحول يا دكتور. الكحول دوت هنروح نعمل له عملية نزع المية، خلي بالك عشان احنا اغلبنا في الاختزال بيروح يحولها لألدهيد ومن الألدهيد يحولها لكحول. يا جماعة احنا عندنا طريقة مباشرة ما تنساش. هنروح يا دكتور نعمل لها نزع مية عن درجة حرارة 180 في وجود الـ H2SO4، يروح يدينا مين؟ يدينا الألكين بالشكل ده. الألكين لو احنا رحنا عملنا له عملية أكسدة، الأكسدة يعني إيه يا دكتور؟ يعني إضافة الـ OH بالشكل اللطيف ده. تمام. هنا هنكسر الرابطة، اتش مثلا تقعد الناحية دي وتقعد الناحية الثانية، فهيدينا مين؟ أو الأكسدة، معلش ده الأكسدة بالألكين، يعني احنا هنضيف أو اتش يا دكتور في وجود الـ KMnO4 بالشكل ده. الأو هنا تيجي تمسك في الأو اتش، ماسكة في الأو اتش، نكسر الرابطة يبقى أو اتش هنا وأو اتش الناحية الثانية يا دكتور، فهيدينا الإيثيلين جلايكول بالشكل اللطيف ده. والإيثيلين جلايكول عنده 2 كربونة وعنده 2 أكسجين، تبقى الإجابة ألف. تمام؟ لأ لأ مش هيلعب معاك بالسربتول، مش هيلعب معاك بالسربتول، يعني صعب جدا، لانك انت هو قال لك هنا حمض احادي القاعديه، هو انت هتجيب له حمض بقى 6 كربونات؟ مش هينفع، صعبه جدا.
تمام؟ احنا بنتكلم على الممكن مش اللي مش ممكن. اوكي 23 هتبقى ب 23 هتبقى ب. حلو جدا. تعال نشوف كده ايه وب ملحين او محلولين لملحين عند اضافه المثال البرتقالي كل منهما على حده. كانت النتيجه التالي: يتغير لونه من محلول الاي الى الاحمر. معنى كده ان احنا في الوسط الحامضي، وهو المثال البرتقالي في الوسط الحامضي كان لونه احمر، لا يتغير اللون بتاعه، هيفضل يا دكتور برتقالي، يبقى احنا في الوسط المتعادل. احنا اتفقنا مع بعض انك لو حافظ الحته بتاعه الاحماض القويه والاحماض الضعيفه والقواعد القويه والقواعد الضعيفه في الباب الثالث في اخر سبوره هنجيبها في ثانيه. ده يا دكتور حمض قوي قاعده ضعيفه يبقى حامضي، قوي مع قوي يبقى متعادل. خلصت تمام. 34 هتبقى الف. 34 هتبقى الف. وده سؤال لازم يجي. بص يعني الفكره دي جت في كل السنين اللي فاتت، 21 22 دور اول ودور ثاني، و23 دور اول ودور ثاني، والله العظيم انا احلف بالله. طيب لو جينا نحلها بسيطه جدا يا باشا، روح اعمل الكي سي نواتج على متفاعلات. مين النواتج؟ ال H2 الكل اس 2 على مين؟ على المتفاعلات اللي هي N2 H4 بالشكل دوت، وهنا ده يا دكتور كان N2 بالشكل اللطيف ده. تعوض بقى قيمه الكي سي هتبقى كام يا دكتور؟ 4 من 100 بتساوي ال H2 كانت بكام؟ H2 كان ب 2 من 10، الكل اس كام؟ كل اس 2. N2 H4 كانت ب 1 من 10 يا دكتور، وهو عايز قيمه ال N2 تمام بالشكل ده. طب ما خلاص حلو. خلي بالك ان هو لو كان قال عند نفس درجه الحراره الكلام هيختلف، لكن هو قال لي هنا عند رفع درجه الحراره، لان قيمه الكي سي لا تتغير الا عند تغير درجه الحراره. هات لي بقى قيمه ال N يا دكتور على الآلة الحاسبة بتساوي كام؟ بتساوي ال 4 من 100 مضروبة في 1 من 10 على ال 2 كل أس 2، على الآلة الحاسبة تطلع على الألف. تمام؟ جميل، خدها سكرين. احنا لحد دلوقتي الحمد لله، يعني الحمد لله لحد دلوقتي مفيش فكرة احنا ما حليناهاش مع بعض. تمام؟ خدها سكرين. اللعبة بس فين؟ اللعبة إن هو انا بحل في الباب الخامس وفجاه بروح احل في الباب الثاني، فجاه بروح في الباب الرابع، يعني كنا بنحل في الباب الثالث رايحين دلوقتي على الباب الرابع اهو. هي دي الفكره بس، فاحنا لازم نتعود على الفكره دي الاول، عشان كده بقول لك الحصص دي مهمه. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا ريم. 25 يا ريم. 25 هتبقى ده يا دكتور. 25 دال. احنا اتفقنا مع بعض ان قراءة الهيدروميتر لو قلت اقل من 1 و2 يا دكتور يبقى البطارية تحتاج الى حد تحتاج الى اعادة شحن، تحتاج الى اعادة شحن. تمام بالشكل اللطيف ده. طيب هو بطارية ولا خلية؟ لا اقرأ، فان تلك البطارية تحتاج الى اعادة شحن. البطارية بتنتج 12 فولت لكن الخلية بتنتج 2 فولت. ركز في اللفظ ده، والله يعني دي كانت بطارية ودي كانت خلية، علشان انت هتقف قصاد الاثنين ب و د، هو ايه الفرق ما بينهم؟ البطارية كانت الاثنين في 6 لكن الخلية كانت خلية واحدة بس. ركز. 26 هتبقى جيم. 26 لا ركزي، هو قال لي جهود الاختزال صح، يبقى السالب فوق الموجب تحت بالشكل اللطيف ده. الاعلى في جهد السالب هو الزد، اللي بعده يجي مين يا دكتور؟ يجي الاكس. اللي بعده يجي مين يا دكتور؟ يجي الواي بالشكل اللطيف ده. اي من الطلقات الاتيه اسرع تاكلا، يعني احنا عايزين طلاق كسودي. تمام. طيب مين هنا طلاق كسودي؟ لو احنا جينا نبص هتبقى ب، هنلاقي ان الزد، ايوه الزد بعنصر الواي. يعني ايه الزد بعنصر الواي؟ يعني الزد جوه. ركز والنبي، يعني الزد جوه. تمام. يعني الاخضر ده هو الزد، هنطليه بالواي بالشكل ده. اوكي، عشان اغلبنا بايه بيقع في الحته دي اللي هو انا هطلي الواي بالزد، لا الواي هو اللي فوق والزد هو اللي جوه. خلاص اتفقنا، عشان هو قال لي هنا عند الخدش تبقى الاجابه ده. 27 هتبقى ألف. 27 ألف
وركز علشان هنتلخبط. يا دكتور ايه اللي يلخبطني في سؤال زي ده؟ ده سؤال مباشر. بص هو هنا بيقول لك مونيمر البوليمر، يبقى انت هتروح تجيب لي المونيمر الاول اهو، ادي سي اتش 2 رابطه ثنائيه ماسكه في سي اتش، عليها هنا كده سي اتش 3، انت بس شلت الدراعين وحطيت الرابطه الثنائيه. ده مين؟ ده المونيمر اللي هو البروبين، صح؟ لا مش دي الاجابه، كمل السؤال. يكون ايزومر، ايزومر يعني هو سي 3 اتش 6. نرسمها ازاي يا دكتور الايزومر؟ ممكن نرسمها كده مره او نرسمها مثلث مره ثانيه، بروبان حلقي. تمام. 28 مين اللي عليه الدور في 28؟ جنى، جنى هل انت معنا؟ طب يلا يا مؤمن، رقم 28. 28 تبقى جنى. جنى 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 وليس نور. صباح الخير، ما يجراش حاجه. 28 يا مؤمن، 28 هتبقى دال. 28 هتبقى دال. بنحسبها ازاي يا دكتور؟ بيقول لي اذا علمت ان تركيز محلول الميثايل امين هو قد كده، وان البي اتش بتاعته كانت بتسعه يا دكتور، فان قيمه الكي بي، هو مدينا البي اتش، يبقى اول حاجه لازم نحول البي اتش لمين يا دكتور؟ لبي او اتش اللي هي بتساوي 14، يبقى البي او اتش يا دكتور بتساوي ال 14 ناقص التسعه اللي هي تساوي 5. طيب هنروح نجيب له مين؟ هنروح نجيب له التركيز بتاعها يا دكتور، يبقى تركيز الاو اتش السالب كانت بتساوي 10 اس سالب البي او اتش، يبقى تركيز الاو اتش السالب يا دكتور كانت بتساوي كام؟ بتساوي 10 اس سالب 5. كده احنا جبنا تركيز مين؟ الاو اتش. طب احنا عايزين نجيب الكي بي، على حسب قانون ستيفالد يا دكتور ان الكي بي تمام كانت بتساوي كام؟ بتساوي اللي هو الاتش او الاو اتش السالب الكل تربيع على مين؟ على السي. نبدا نشتغل عليها، يبقى الكي بي يا دكتور بتساوي الاو اتش اللي هي 10 اس سالب 5، الكل اس كام؟ كل اس 2 على السي اللي هو مديها لي اصلا ب 4 من 10، على الاقل يطلع دال. تمام، جميل. ما نهزرش يا جدعان، يا جدعان والله يا جدعان ركزوا، انا عايز اعيط. خدوا سكرين، هنحل في امتحان كنا بنقول عليه امتحان صعب، كنا بنقول عليه امتحان صعب. 28 خدناه سكرين. يلا يا مؤمن، 29. 29 هتبقى ألف يا دكتور. 29 هتبقى ألف، مظبوطة. المركب إيه؟ لا يقبل الأكسدة. مين اللي لا يقبل الأكسدة؟ الحمض يا دكتور. الحمض لا تقبل الأكسدة. تمام؟ الأحماض. لا يكون روابط هيدروجينية، يبقى إحنا معانا يا إما إيثر يا إما إستر. ما عندناش أوبشن تاني. لا يتفاعل بالإضافة، يبقى إحنا هنا بنتكلم على الألكان يا دكتور أو الكحول، الكان او كحول. هنروح ندور بقى تمام بالشكل اللطيف ده. هنا يا دكتور المركب ايه ده؟ او كحول ثالثي برضو، كحول ثالثي، ما هو كان برضو لا يتاكسد، يبقى الحمض او الكحول الثالثي. ده كان كحول ثالثي تمام، فخلاص مش بيتاكسد. ده يا دكتور كان ايثر، خلاص مش بيكون رابط هيدروجينيه. ده يا دكتور كان الجليسرول اللي هو الكحول، يبقى لا يتفاعل بالاضافه، تبقى الف. تمام، حلو. يعني تقريبا كان فينا غلطه، دي كانت 3 تقريبا، يعني كان فينا 3 عشان ما حدش يستغرب بس. تمام، ده كان في رقم 3 في الكتاب. لا لا في الكتاب هنا 30. 30000 30 هتبقى الف برضه يا دكتور. احنا عايزين نسمي الاسم الصحيح، يبقى لازم تفكها. بص خلي بالك ان دي 3، بص 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 الخدعه، عشان هتروح تفكها تلاقي سي اتش 2 سي اتش 3. لا فك فك براحتك، سي اتش 3 ماسكه في سي اتش، هنا كده سي اتش 2 ماسكه في سي اتش 3 بالشكل ده. هنا كده يا دكتور سي ماسكه في سي ومعانا 3 اتش بس، يبقى احط رابطه ثنائيه هنا 2 وهنا 1 يا دكتور. لو انت جيت تسمي دلوقتي هنختار الرابطة الثنائية بالشكل اللطيف ده، هتعد من أول الرابطة، فيبقى معاك مين؟ يبقى معاك 3 ميثايل 1 بنتين، يبقى الإجابة ألف. حلوة أوي.
31. يلا يا محمد، محمد يا عمر، رقم 31. تمام، 31 هتبقى دال. 31 هتبقى دال. حلو جدا. بصوا السؤال ده لما نيجي نحله بنحله ازاي؟ بيقول لي اذا علمت ان حمض الاوكتان ويك، يعني احنا معانا 8 كربونات مبدئيا، هو المكون الرئيسي لزيت جوز الهند، فكل ما ياتي ايزومر له ما عدا ايس يعني 2، هكس يعني 6، معانا 8 كربونات، بروب يعني 3، بنت يعني 5، معانا 8 كربونات، بيوت يعني 4، بيوت يعني 4 يبقى معانا 8، بنت يعني 5، وبيوت يعني كام؟ يعني 4 يبقى 9، يبقى ده مش ايزومر يا دكتور بالسهوله دي والله. 32 كان هو بيدينا معلومات ما لهاش لازمه في السؤال. اه والله تمام، اللي هو بي بي بيحسسك ان السؤال رايح جاي من المريخ، فاهم؟ لا السؤال عادي، يعني انت متخيل انا حليتها ازاي؟ 32. معلش ممكن شرح 32؟ اه عادي نشرحها، احنا بنشرح كل الاسئله. بيقول اذا كان التوديع الالكتروني لبعض الكاتيونات العناصر الاتيه، بص ده خسران 2 رجعهم له معلش، يبقى دلوقتي لما نيجي نوزعه هنوزعه ارجون 18 بالشكل ده، 4 اس 2 و3 دي كام؟ 3. ده مين؟ ده عنصر البلاديوم 23، صح؟ ايوه يا دكتور. طب بص على ده، هنا ده كان خسران 2 برضه، يبقى رجعهم له، هيبقى كام؟ ارجون 18 بالشكل اللطيف ده، 4 اس 2 و3 دي كام؟ 5. ده مين؟ ده المنجنيز 25. تمام، لازم نكون حافظ الاعداد الذريه. تمام، هو بيقول لي العمليات الاتيه يسهل اختزاله. احنا دايما هدفنا في التوزيع ان احنا نروح لمستوى طاقة مستقر. تمام، دلوقتي لو انا قلت لك ان احنا هنختزل السبعة اللي هي في المنجنيز مثلا لتلاتة، طب ما انت لو خسرت تلاتة هتبقى معاك اربعة اس صفر وتلاتة دي اربعة، ده مش مستوى مستقر، يبقى لا. هنا يا دكتور الاي من موجب خمسة لموجب تلاتة. تمام، طيب ما هو انت لو خسرت 3 يبقى 4 اس 0 و3 دي كام؟ و3 دي 2، ما هو ده مش مستوى مستقر. لا، البي يا دكتور من 2 ل 3، طب تعالى نشوف لو حولتها ل 3 تبقى كام؟ 4 اس 2 و3 دي برده كام؟ و3 دي 4، ما هو برده ما اتعملتش حاجه، ما هو ده برده يعني هنا 0 وهنا 4، يبقى ده برده مش مستوى مستقر، مش نافع. طب بص على ده، من موجب 3 لموجب 5 يعني انت لو خسرت الخمسه بتوع الراجل دون هيبقى كام؟ 4 اس 0 و3 دي 0، ما هو ده دلوقتي مستوى مستقر اللي هو الاوربيتال فارغ، ما احنا قلنا ان حاله الاستقرار 3، فارغ نصف ممتلئ ممتلئ، ده فارغ، يبقى ده هو المظبوط، يبقى ده اللي هو المستقر. ليه؟ لانه يسهل للاكسده. طب يصعب، يبقى احنا مش هنقدر نكسر مستوى. تمام تمام جد مقتنع؟ يعني لو قال لي يصعب يبقى روح دور على اللي يكسر التالت او على اللي يكسر المستوى المستقر. تمام تمام حلو. 33 ايه؟ 33 الف. 33 هتبقى الف، مظبوطة. بيقول لي يا دكتور الصيغه دي تمثل ثلاث مركبات هيدروكربون الفاتي مشبع. بص جمله قذره والله والله بدون مبالغه، انا اول ما شفت الصيغه دي جال على بالي ان هو يا دكتور الكين، ما هو سي ان اتش الاثنين ان وخلاص، صح؟ اه يبقى ده الكين. خلي بالك ان هو ممكن يكون الكين او حلقي، طب هو هنا بيقول لي مشبع يبقى احنا بنتكلم على الحلقي. لا يحتوي على مجموعه ميثايل يبقى احنا هنرسمها سي اتش 2 ماسكه في CH2 ماسكه في CH2 ماسكه في CH2 ماسكه في CH2، ما هو هنا ما عندهاش اي مجموعه ميثايل، مش ميثيلين اللي هو البنتاني الحلقي. طب تحتوي على مجموعه ميثيلين واحده يبقى احنا يا دكتور او ميثيلين واحده يبقى هنرسمها ازاي؟ CH2 ماسكه مثلا في CH ماسكه خلايا CH ماسكه برضو في CH بالشكل ده، هنا يا دكتور تبقى CH3 وهنا يا دكتور تبقى CH3 اللي هو مثلث وعليه ايه؟ وعليه فرعين. طيب تحتوي على مجموعه ميثايل واحده بس يبقى يا دكتور هنرسمها CH2 ماسكه في CH ماسكه في CH2 ماسكه في CH2 بالشكل اللطيف ده، تمام؟ وهنا كده عليها مين؟ عليها CH3 اللي هي مجموعه ميثايل. يبقى انت رسمتها مره حلقي اللي هو خماسي، وبعد كده مره ثانيه مثلث وعليه تفرعين،
عشان تبقى انت فاهم انا بعمل ايه. والمرة التالتة رسمتها مربع وعليها مين؟ وعليها تفرع واحد. حلو، ده المركب الاول، ده المركب الثاني، ده المركب الثالث يا دكتور. اتفقنا؟ جميل. هو بيقول لي بقى على حسب درجة النشاط، والله الزاوية كل ما تكبر كل ما المركب يكون مستقر فالنشاط بيقل. دلوقتي دي الزاوية كانت 60، يبقى ده اكثر نشاط اللي هي المركب بي. هنا يا دكتور الزاوية كانت 90، يبقى ده المتوسط، يبقى ده المركب سي. هنا يا دكتور كانت الزاوية 109.5، يبقى ده المركب مين؟ المركب اي. تمام، يبقى ده اقل واحد في النشاط. تبقى الإجابة اكثر واحد في النشاط هو البي، بعد كده السي، والاي اقل واحد. يلا يا من الاول يا نور، دور من الاول يا نور. 34 34 هتبقى ب. 34 هتبقى ب. تمام. العمليات الآتية تحدث لأكسدات الحديد لإنتاج الحديد على الترتيب. تعال نشوف ده سؤال في الباب الأول بيجي إزاي. دلوقتي إحنا هنروح نجيب أكسدات الحديد، كان عندها معادلة واحدة بس. آدي أكسدات الحديد هنسخنها يا دكتور بمعزل عن الهواء نو إير، فيروح يدينا FeO زائد ثاني أكسيد الكربون زائد مين؟ أول أكسيد الكربون. هنجيب الـ FeO يا دكتور نفعلها مع مين؟ نفعلها مع الأكسجين، فهيروح يدينا هيماتايت. الهيماتايت روح اختزلها بقى مع الفرن العالي او بفرن مادريكس، تمام، عند مين؟ درجه حراره اعلى من 700. يديك مين؟ يديك الحديد زائد ثاني اكسيد الكربون بالفرن العالي مثلا. تمام، يبقى انحلال بعد كده اكسده بعد كده اختزال. رقم 35 هتبقى جيم. 35 هتبقى جيم. حلو قوي الكلام دول. هو بيقول لي الأعمال التي تتم على نواتج تنظيف الأفران العالية للحصول على سبيكة بينية. أول حاجة تتم على نواتج، يعني مبدئيا مش هينفع يبقى معانا تكسير، لأن التكسير إحنا بنروح لعملية التلبيد. التلبيد بقى بناخده نعمل له عملية تركيز. يبقى أول حاجة بناخد الناتج من التلبيد نشيل منه شوية في التركيز. بعد كده بناخد الناتج من الاختزال اللي هو الحديد نروح لأفران الإنتاج يا دكتور. تمام؟ 36 مستر، مش التلبيد والاختزال قبل الفرن؟ قول تاني. التلبيد والاختزال قبل الفرن، قبل الفرن، قبل انتاج الافران. ماشي، ايه المشكله؟ قبل الانتاج ولا قبل ما ندخله فرن مادريكس والفرن العالي؟ لا، الاختزال اصلا فرن مادريكس والعالي. اه ايوه تمام، الاختزال نفسه فرن مادريكس والعالي. 36 نوره تبقى دال. 36 هتبقى دال. بصوا كلنا يا جماعه عندنا مشكله، او السنه اللي فاتت السؤال ده هو حير ناس كتير جدا، اللي هو يا جماعه في ايه؟ كروم وحديد استبداليه، خلاص خلصت. تمام، طب اصل في سيليكون. سيليكون ممثل، عنصر ممثل مع انتقالي، يبقى احنا بنتكلم على مين؟ يبقى احنا بنتكلم على بينيه. خلصت. تمام، انتقالي. حلو حلو. 37 بالله على الدور. يلا يا يوسف. 37 37 هتبقى جيم. 37 هتبقى جيم. هو ده الاحتمال الوحيد اللي موجود اصلا. تمام، ابخره ملونه، يبقى احنا بنتكلم على مين؟ هو هنا راسب اصفر لا يذوب، يبقى ده احنا بنتكلم عن اي جي اي مبدئيا. يبقى ده هنا هيكون مين؟ اي جي ان اسري يا دكتور. يبقى هنا لازم يكون ان اي اي. تمام، طيب ابخره، يبقى هنا هنحط H2SO4 فيطلع الابخره البنونه اللي هو الابخره البنفسجيه. هنا يا دكتور رقم 3 بقى هيكون مين؟ ما هو الابخره بيتصاعد معاها ال SO2. تمام، طب ال SO2 ده كان بيجي منين؟ جاي من احتمالين، يا اما Na2SO3، الاحتمال الثاني يا اما Na2S2O3 يا دكتور. ده الاحتمال الاولاني. تمام خلاص، عشان كده اخترنا جيم. حلو، خدها الفلوس. رقم 38 38 دال. لا ركز، 38 هنا كان بيقول لك شحنة النواة الفعالة، وهنا كان بيقول لك عناصر السلسلة الانتقالية، صح الكلام دول؟ بص احنا قلنا ان شحنة النواة الفعالة كل ما بتزيد كل ما عدد الذر يزيد. تمام، طيب معنى كده يا دكتور ان الكلام ده مترتب، يعني الجماعه دول الكثافه برضو كل ما العدد الذري يزيد ايه اللي يحصل؟ كل ما العدد الذري يزيد الكثافه برضو بتزيد.
الكثافة بتزيد صح؟ لو جينا نقرأ هل الزد أقل كثافة من الواي أو من دبليو؟ أه خلص تمام؟ يعني هو ده ترتيبه الأصلي مترتبين كده؟ دايما ادم هيجيبها لك على رسم يبقى مترتبين. بس انا بقول لك سلسله عناصر السلسله الداخليه الاولى لازم تكون مترتبه. هو يقصد يعني اللي هو عدد الزد تحت السينات؟ تاني معلش؟ يقصد ان عناصر السلسله الداخليه دي هي دي العدد الذري؟ ما هو في وحده نواه الفعاله اللي هي العدد الذريه، اللي هو كل ما بتزود العدد الذري كل ما وحده نواه الفعاله بتزيد. تمام؟ طيب ما هو طالما اعلى واحد في شحنه النواه الفعاله، اعلى واحد في شحنه النواه الفعاله هو المنجنيز، يبقى اللي قبله كروم، يبقى ده الحديد، يبقى ده الكوبالت. تمام؟ طيب رقم 39 دال 39 دال. حلو الكلام دوت يا دكتورنا العزيز. ده حمض وده حمض مش هيتفاعلوا مع بعض، لكن ده كحول يتفاعل. لما يجي يتفاعل بيديني مين؟ بص هنرسمها بالراحه، سي اتش 3 ماسكه في سي اتش. الاو احنا هناخد الاتش من الكحول فيفضل لنا او، وهنا سي او او اتش يا دكتور. يجي هنا مين؟ سي رابطه ثنائيه ماسكه في سي اتش 3. تمام؟ احنا بناخد الاو اتش من هنا فتفضل لي الجزء ده. تمام؟ ده اول مركب. المركب اللي هناك ده كحول مش هيتفاعل مع اللي فوق، يتفاعل مع اللي تحت فيدينا مين؟ سي اتش 3 ماسكه في سي اتش، هنا كده عليها او اتش ماسكه في سي. هنا دكتور رابطه ثنائيه تمام ماسكه في الاو ماسكه في سي اتش 3. طبعا هنا زائد الميه وهنا برضو زائد مين؟ زائد الميه. تمام؟ هنا المركب بي بيزول لون البرمنجنات علشان هو هنا ممكن يتاكسد، الكحول ممكن يتاكسد، لكن هنا خلاص ده استر ما بيتاكسدش وده حمض ما بيتاكسدش. تمام؟ 40 مين اللي عليه الدور؟ أنا برضو؟ يلا يا رام. لا رام. هتبقى 40 هتبقى ألف؟ نو. هو بيقول لك أي من الأملاح الآتية يكون خليط من الغازات. تمام؟ لو جيت أنت تفعلي بوتاسيوم K2CO3 مع الـ H2SO4 هيروح يدينا مين؟ K2SO4 زائد الـ 41. أيوه هتبقى دال. حلو؟ هتبقى ده رقم 41 ألف نو. برضو عملتيها ازاي؟ فكرنا فيها ازاي؟ 41 دي عبارة ايه؟ 41 عبارة عن مسألتين في مسألة واحدة. أول حاجة بيقول لك أضيف 1 لتر من محلول كلوريد الكالسيوم، دي كانت التركيز بتاعه وده الحجم بتاعه، او ده الحجم يعني وده التركيز، الى 1 لتر من حمض الكبريتيك، ده التركيز وده الحجم بتاعه، ثم اضيف محلول هيدروكسيد الباريوم. الباريوم يا دكتور بيروح يتفاعل مع مين؟ بيتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز. يبقى المعادله دلوقتي لمعادله زياده من الحمض تتكون رسب، فان عدد مولات الحمض الزائده وكتله الرسب. ده هو عايز مسالتين مش مساله واحده. مبدئيا المعادله هتبقى من مين؟ بين هيدروكسيد الباريوم يا دكتور بالشكل اللطيف دوت زائد حمض الكبريتيك اللي هو ال H2SO4. ودي مساله رخمه، المساله دي مثلا تاخد لوحدها 10 دقائق ده بجد. فلما تشوف المساله صعبه وانت جاي معاك سيبها للاخر، المساله اخرها درجه ونص درجتين. تمام؟ هنا يا دكتور كانت بي اي اس او 4 زائد مين؟ زائد الميه بالشكل اللطيف ده. تمام؟ عشان في ناس السنه اللي فاتت مسكوا المساله يعني اللي هو خد ربع ساعة، واللي هو يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ربع ساعة دي كنا حلينا فيهم 10 أسئلة تانيين. طيب بننزل المعادلة، المعادلة موزونة كده؟ اه يا دكتور. يلا تحت القاعدة اكتب قاعدة، تحت الحمض اكتب حمض. هنا يا دكتور كان ام بي في بي ان بي، هنا كده كان ام اي في اي على ان اي. يلا يا دكتور الحمض كان تركيزه كام؟ ب 4/10. هنا كان بكام؟ كان بواحد لتر. هنا كان بكام يا دكتور؟ كان ب 1 برضه. وهنا كان بكام؟ كان بواحد. هل نقدر نقول نقدر نجيب له عدد المولات يا دكتور للراجل دون؟ ايوه نقدر نجيب له عدد المولات. ما هو عايز نروح نقول له ان عدد المولات على مين؟ على الواحد، بتساوي الاربعة من عشرة في واحد على واحد. يطلع عدد المولات معانا بكام؟ عدد المولات طلع معانا بكام يا دكتور؟ باربعة من عشرة. دي عدد مولات مين؟ دي عدد مولات القاعدة. واحنا محتاجين عدد مولات مين؟ عدد مولات الحمض. تمام؟ طيب مبدئيا
هنروح نكتب المعادلة الثانية اللي هي بين مين؟ بين كلوريد الكالسيوم CA Cl2، هتتفاعل مع مين؟ مع ال H2 SO4 يا دكتور. تروح الناحية الثانية تدينا CA SO4 زائد مين؟ ال HCl، ونوزن المعادلة. تحت الحمض اكتب حمض، تحت القاعدة اكتب قاعدة. تمام؟ هنا يا دكتور MB VB NB، وهنا كده يا دكتور MA BA على NA. هنا احنا عايزين نجيب عدد مولات الحمض اللي احنا دخلنا بيها اصلا. تمام؟ يعني هنروح نجيب عدد مولات الحمض الاول. فهنا يا دكتور هنعتبر ان هو مش مدينا حاجه ليها. هنا هتبقى بواحد، وهنا مرات الكلام هتبقى بواحد. هنا يا دكتور كانت بثلاثة من عشرة، وهنا هتبقى بكام؟ هتبقى ب واحد يا دكتور. تمام؟ واحد لتر. فنروح نقول له والله الثلاثة من عشرة واحد على واحد بتساوي كام؟ بتساوي يا دكتور اللي هو عدد المولات بتاعة الحمض على كام؟ على واحد. يطلع عدد مولات الحمض المتفاعلة كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي ثلاثة من عشرة. تمام؟ دي عدد مولات الحمض المتفاعلة، وهو عايز مولات عدد مولات الحمض الزائدة يا دكتور. خلاص؟ نعملها له ازاي بقى؟ احنا أول حاجة جبناها هي مين؟ هي عدد مولات القاعدة، جبناها بأربعة من عشرة، وجبنا عدد مولات الحمض المتفاعلة كانت بثلاثة من عشرة يا دكتور. حلو؟ طب ما خلاص والله هتبقى نفس الفكرة برضو اللي هو عدد المولات. طيب هنروح بقى نجيب له عدد المولات الأصلية، عدد المولات الكلية يا دكتور اللي هو كان مين؟ كان التركيز بتاعها في الحجم. التركيز في الحجم يبقى 4 من 10 و1 طلعت بكام؟ طلعت ب 4 من 10. اطرح الاثنين من بعض يجيب لك عدد المولات الحمض الزائدة يا دكتور اللي هي اللي اتفعلت من اللي مش متفعلة. تمام؟ يطلع معانا بكام؟ على حسب ما اطلعها. طيب كتلة الرصد بقى هنعملها ازاي؟ هنعملها معادلة ترسيب. تمام؟ اوكي؟ يعني هنمسح دي كده ونروح نشتغل عليها اكنها معادلة ترسيب. طيب هنشتغل عليها معادلة ترسيب ازاي؟ تمام؟ أول حاجة ده الرصب اللي اتكون يا دكتور، يبقى الـ BA SO4. تمام؟ وإحنا هنا جبنا له عدد مولات الراجل دون من القصة الأولانية، يبقى هنا واحد وهنا واحد نفس الكلام. هنا يا دكتور هنروح نجيب له عدد الكتلة المولية اللي هو كان مديها لنا بكام؟ كان مديها لنا ب 171 يا دكتور في واحد، الناحية التانية كانت بكام؟ كانت ب كام؟ 233 برضه في واحد. هو هنا عايز الكتلة بتاعت الرصب المتكونة، هنروح نجيب له أول حاجة الكتلة بتاعت كتلة الـ BA و H كله باي 2. طب هنجيبها له إزاي؟ ما إحنا معانا عدد المولات أصلاً. تمام؟ مش إحنا معانا عدد المولات؟ أيوه يا دكتور. يبقى نروح نقول له عدد المولات كان بيساوي الكتلة على الكتلة المولية. يبقى نروح نقول له يا دكتور الكتلة كانت بتساوي الـ 4 من 10 اللي هي عدد المولات الكتلة المولية اللي هي كانت بكام؟ كانت بـ 171. يلا يا باشا طرفين في وسطين 171 في 4 من 10 طرفين في وسطين يطلع الناتج. تمام؟ تقريبا يعني الناتج يطلع دال او حاجه زي كده. تمام؟ حلو. كنت فاهم المساله زي دي بقى لها كام درجه؟ اثنين اخرها او تطلع جيب تقريبا تطلع جيب. اوكي؟ ما بتزيدش على اثنين؟ لا لا يمكن. تمام؟ تمام. يبقى تاني بسرعه جدا احنا عملنا ايه؟ اول حاجه يا دكتور كتبنا المعادله. بص تاني بسرعه احنا اول حاجه جبناها يا دكتور كتبنا المعادله بين كلوريد الكالسيوم. تاني بسرعه تمام ركز معايا، كتبنا المعادله بين كلوريد الكالسيوم وبين الحمض يا دكتور، واحنا جبنا عدد مولات الحمض اللي اتفعلت طلعت معانا 3 من 10، واحنا اصلا داخلين بعدد مولات الحمض كانت بكام؟ كانت ب 4 من 10 في 1. دي عدد المولات الاصليه اللي احنا داخلين بيها. يبقى اللي اتبقت كام؟ اتنقص المتفاعله ناقص اللي اتبقت. تمام؟ تطلع ب 1 من 10. بعد كده يا دكتور رحنا جبنا عدد مولات بتاعه الراجل دون بنفس الطريقه من اللي هي مساله المعايره، احنا للاسف مسحناها وكنا محتاجينها. وبعد كده عملنا مين؟ عملنا مساله ترسيب الكتله دي مع الرصب ده، واحد قصاد واحد، كتله الموليه في عدد المولات، كتله الموليه في عدد المولات، وهنا يا دكتور نفس الكلام. خلاص؟ اوكي اتفقنا. تطلع رقم سكرين. ده بتبقى ايه؟ تبقى رقم ده ده اللي هي ايه بقى؟ الكتله 93.2. جربيها كم مره بقى؟ يعني انا ما اعرفش، انا مش معايا حاسبه، يعني انا اخترت في الاجابات. لو انت طلعتيها به خلاص والله يبقى صح. تمام؟ يعني جربي دي كده مقصد، الرقم اللي يطلع معاكي صح هو ده الرقم. تمام؟
احنا متأكدين عدد المرات طلع معانا بواحد من عشرة. خلاص خد سكرين. بص انا ممكن احلف 100 يمين تمام دلوقتي ان السؤال زي ده، السؤال زي ده جه في 21 دور اول و22 دور اول وتاني، يعني 21 دور اول وتاني، 22 دور اول وتاني، وجه في 23 دور اول وتاني. خلاص 42 يا رب. هتبقى دال؟ تبقى دال. مسألة بسيطة جدا تمام، ما فيهاش أي إبداع. إذا أنت أنا ثابت الإتزان اللي هو الكي إي الحمض ضعيف، معنى كده إن ده قيمة الراجل ده وتركيزه قد كده عن السي وحجمه كان قد كده، فإن عدد المركب الدكتور هيبقى كام؟ هتروح تجيب لي الكي إي أو تروح تجيب لي التركيز الأول وتبدأ تجيب عدد المركب. خلاص؟ جميل؟ عدد المركب كان بيساوي مين؟ الحجم في التركيز، أنت معاك الحجم روح هات التركيز وخلاص. طب هجيب تركيز مين؟ عشان برضو يبقى الدنيا مظبوطه. يعني يا باشا روح هات لي تركيز الهيدروجين او عين الهيدرونيوم. ما هو عين الهيدرونيوم كان بيساوي جذر الكي اي مضروبه في سي تمام. يبقى عين الهيدرونيوم يا دكتور كانت بتساوي كام؟ جذر الكي اي اللي هي كانت بكام؟ كانت بخمسة، واحد في 10 اس سالب الاربعة مضروبه في سي اللي هي الاثنين من 10. انا حاسب يطلع الناتج. بعد كده هتروح تجيب لي مين؟ الحجم يا دكتور او عدد المولات بيساوي مين؟ بيساوي الحجم مضروبه في التركيز. التركيز اللي انت جبته ده هتضربه هنا، الحجم كان بكام؟ كان ب 200 على 1000. خلصت. 43 والله 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 تاني جت في كل الامتحانات. كل الامتحانات كل الامتحانات. 43. مين اللي عليه الدور؟ هاجر. يلا يا هاجر. يا هاجر هل تسمعينني؟ تمام هتبقى دال. 43 هتبقى دال تمام. هنا يا باشا بيقول لك ايه؟ اذا علمت ان حاصل اذابه لكبريتيد الراجل ده والكتله الموليه بتاعته قد كده، فان كتله كبريتيد الخرسين التي تذوب في 100 جرام، ال 100 جرام دي معناها ايه يا دكتور؟ معناها اللي هي الحجم تمام. هو عايز الكتله، يبقى انت معانا كتله موليه. يبقى انت اول حاجه الكتله يا دكتور كانت بتساوي مين؟ كانت بتساوي التركيز في مين؟ في الكتله الموليه في الحجم باللتر. انت معاك مين؟ انا معايا الكتله الموليه ومعايا الحجم بس مش معايا التركيز. نقدر نحسب التركيز ولا ما نقدرش؟ نقدر نحسب التركيز. هو قال لي مين؟ كبريتيد الخرسين. يبقى تروح اول حاجه تكتب لي المعادله كبريتيد الخرسين اللي هو زد ان اس. هتروح الناحيه الثانيه تبقى زد ان موجب الاثنين زائد الاس سالب الاثنين. يا دكتور الكي اس بي كانت بتساوي مين؟ كانت بتساوي الزد ان موجب الاثنين مضروبه في مين؟ في الاس سالب الاثنين. طب انا مش معايا لا معايا ده ولا معايا ده. طب ما هنفرض ان درجه الاذابه بسين تمام. نفرض ان درجه الاذابه بسين، وده السؤال اللي احنا قلنا عليه واحنا بنشرح الباب الثالث يا دكتورنا. يبقى احنا كده معانا نقدر نجيب الزد ان موجب الاثنين، عدد المولات بتاعته بواحد في سين تطلع بسين. وبعد كده يا دكتور الاس سالب الاثنين هتبقى برضه عدد المولات بواحد في كام؟ في سين تطلع بسين. يبقى الكي اس بي نبدا بقى نعوض على طول. الكي اس بي هو مدهلي بكام اصلا؟ بواحد في 10 اس سالب 21 يا دكتور اهون، اس سالب 21 مضروبه في كام او بتساوي السين مضروبه في مين برضه؟ مضروبه في سين. يبقى احنا دلوقتي معانا سين تربيع يا دكتور بتساوي الرقم ده اللي هو 1 في 10 اس سالب 21. يبقى تروح تقول لي ان السين بتساوي جذر ال 1 في 10 سالب 21. هتاخد الرقم اللي هيطلع من هنا تبدا تعوض فوق، يعني هنا الرقم اللي هيطلع هتبدا تاخده وتعوض فوق بقى يا دكتور. هعوض ازاي؟ هنا يا دكتور التركيز اللي انت جبته في الكتله الموليه اللي هي 97 في الحجم اللي هي 100 على 1000. خلي بالك ان جرام من الميه يعني حجم. الميه ما بتتقاس بالجرام، الميه بتتقاس باللتر. تمام. 44 لسه معاك الدور يا هاجر. هتبقى الف. 44 هتبقى الف. بتتحل ازاي؟ بيقول لي عند امرار كميه من الكهرباء في مصهور نيتريد المغنيسيوم ترسب 48 جرام من المغنيسيوم عند الكاثود، فان حجم غاز النيتروجين المتصاعد اللي هو الاس تي بي عند الانود هتساوي كام؟ يا دكتور احنا اتفقنا مع بعض ان اول ما نشوف الاس تي بي بنروح نعمل ايه يا دكتور؟ بنكتب القانون اللي هو عدد المولات بيساوي مين؟ بيساوي الحجم على ال 22.4. طب هو عايز مين اصلا؟ ده هو عايز الحجم. يبقى هنروح نجيب له عدد المولات. طب عدد المولات اصلا كان بيساوي مين؟ عدد المولات
كان بيساوي الكتلة بالجرام على مين؟ على الكتلة المولية. طب واحدة واحدة، كتلة بالجرام كان مديها لي 48، الكتلة المولية كانت بكام؟ كانت ب 24 يا دكتور، تطلع بكام؟ تطلع ب 2، تمام؟ طيب هو هنا عايز مين بقى؟ عايز حجم غاز النيتروجين المتصاعد، تمام؟ طب ما هو اللي بيترسب عند الكاثود بيتصاعد عند الأنود، مسألة بسيطة. هنروح نجيب له يا دكتور الحجم بقى، الحجم بيساوي كام يا دكتور؟ بيساوي اللي هو 22 في كام يا دكتور؟ في 2، تطلع الآلة الحاسبة ب 44 فاصلة كام؟ فاصلة 8. خلي بالك النيتروجين هو عايز النيتروجين مش عايز المغنيسيوم، تمام؟ والنيتروجين لازم تقسم على 3 علشان التكافؤات بتاعتها يا دكتور، التكافؤات بتاعتها يا دكتورنا، تمام؟ اوكي 45. هاجر 45 دي اللي هو الكروم والبي مانجانيز. حلو جدا، ادي يا دكتور ده اللي هو الكروم لان هو بيفقد 6 والمنجنيز بيفقد برضو 6 و7، تمام؟ بس خلي بالك ان الدي كان قبل البي على الرسمه، يبقى ده الكروم، يبقى ده اللي بعده منجنيز. حلو جدا، ممتاز. طب ايه الكاتيونات اللي ممكن نستخدمها في تقليل طاقه التنشيط؟ يعني مين ممكن نستخدمه كعامل حفاز؟ طبعا ده هو دلوقتي كاتيونات العناصر السلسله الانتقاليه، يبقى ده الكروم، ده منجنيز، يبقى ده الحديد، يبقى ده الكوبالت، يبقى ده النيكل. مين هنا ممكن نستخدم كعامل حفاز؟ حديد ونيكل. حديد ونيكل. حديد ونيكل، تمام. الحديد يا دكتور والنيكل، الحديد في هابر بوش والنيكل في مين؟ في الهدرجه بتاعه هدرجه الزيوت، تمام. 46. والله هو في الاجابات هو المفروض ينفع المنجنيز في MnO2، تمام، اللي هو في انحلال فوق اكسيد الهيدروجين كعامل حفاز، بس في النموذج بتاع الاجابه بتاع السنه اللي فاتت لان كان عندنا مشاكل جامده جدا في القصه دي ما كتبوش، مش عارف ليه ما كتبهاش، حتى انا استغربت ساعتها، تمام. لا 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 سيبك من الكلام ده، احنا دلوقتي بنستخدم، او هو مثلا بيقول لك، هو هنا بيقول لك عناصر مش مركبات، عشان كده هو ما اختارش لا المنجنيز ولا اختار الكروم. اوكي، عناصر يعني عناصر، يعني هو عايز عناصر، عنصر بيستخدم كعامل حفاز، يبقى الحديد والنيكل وخلاص، تمام. عنصر 46. مين اللي عليه الدور يا ولاد؟ 46 مين اللي عليه الدور؟ يلا يا فرحة. 46. تمام، عندنا أول حاجة رقم 1 بي هيكون ميثانول ومش بيختزل اصلا، ورقم ودي هيكون الفينول، لما بنختزله هيدينا البنزين العطري. تمام، حلو جدا، والله ممتاز. هنا يا دكتور ابسط هيدروكربون الفات اللي هو الميثان، لو رحنا في عناب الهدرجه هيدينا مين؟ سي اتش 3 ماسكه في سي ال. هنا يا دكتور هيدينا مين؟ سي اتش 3 ماسكه في او اتش يا دكتور، ده اللي هو الميثانول، والميثانول لا يختزل. بس انت لو قلت لي ان هو مثلا خلاص هو غير قابل للاختزال وخلاص، يعني مش عايزين نلخبط نفسنا، لان السؤال ده هو بالذات كان له 4 اجابات، يعني هم كانوا مختارين 4 اجابات، ده بجد مش بهزر، ده كانت قصه. هنا ابسط هيدروكربون اروماتي، يبقى احنا بنتكلم على البنزين، تمام. هيدينا مين؟ الحمد لله، هيدينا كلورو بنزين. هيدينا مين يا دكتور؟ هيدينا فين؟ اللي جاي بسيرتي، اللي جاي بسيرتي براح عليا، ده غلبان. ده مين؟ ده الفينول. اثر اضافه حمض الهيدروكلوريك الى كل منهما بقى يا فرحه؟ تمام، دي مش هيتفاعل عشان هو فينول، فينول، تمام. وعندنا بي هيدينا سي اتش 3 بس كده. حلو جدا، يعني الاولاني هيتفاعل علشان كحول يا دكتور، وهيدينا كلورو ميثاين او كلورو ميثاين، تمام.
دي نفس الفكره، يعني السؤال ده اتكرر في الامتحان، هوريك اتكرر فين. طيب معلش يا جماعه، ممكن نمسك ورقه وقلم مع بعض؟ انا هوريك حاجه دلوقتي وهثبت لك حاجه، يعني قليل من المدرسين اللي ممكن يعمل الحركه دي، فركز معايا. تمام، هقول لك ازاي او هثبت لك بالدليل القاطع ان الامتحان بيتكرر، خلاص وتاكد معايا. ماشي، اوكي. بص هنا برضو هو نفس السؤال، هو الكحولات يا دكتور ما كانتش بتتفاعل والفينولات كانت بتتفاعل، تركز في الحته دي جابها مرتين تمام في نفس الامتحان، يعني هو لازم يجيبها السنه دي. اه ان شاء الله. طيب افتحوا معايا امتحان 21 يا جماعه، انا هقول فكره واحده جت في كل الامتحانات، كل مره هقول لك على فكره جت في كل الامتحانات، خلاص كل مره هقول لك على فكره جت في كل الامتحانات. بس هات لي امتحان 21. امتحان 21 هات السؤال رقم 40. تمام، سؤال رقم 40 في امتحان 21، السؤال رقم 40 كان بيتكلم على درجه الاجابه وحاصل الاجابه. تمام، نفس الكلام اللي هو درجه الاجابه وحاصل الاجابه اللي هو الكي اس بي. هات لي امتحان 22 دور تاني. 21 دور تاني، 21 دور تاني يا دكتور. تمام، 21 دور تاني، هات السؤال رقم 12. تمام، كان بيتكلم على حاصل الاجابه ودرجه الاجابه. تمام، وعايز الكتله، نفس الفكره بنفس الطريقه، بس هنا زود ان هو عايز الكتله بس، لكن مديك حاصل الاجابه. نفس الكلام، هات امتحان 22. تمام، انا بديك سؤال اتكرر. تمام، تركز. 22 السؤال رقم 30، هات في 22 سؤال رقم 30، نفس الفكره بتاعت السؤال رقم 40 في 21 دور اول، نفس الفكره بالظبط، عايز حاصل الاجابه. تمام، وعايز تركيز الراجل ده، هنفرض ان درجه الاجابه بسين، روح يا باشا هات لي السين وبعد كده اضرب في التركيز. تمام، اللي انت جبته. طيب بعد كده هنروح لمين؟ هنروح لامتحان 22 دور تاني، اتمنى يكون حد بيكتب. 22 دور تاني يا دكتور، 22 دور تاني، سؤال رقم 16، هات السؤال رقم 16 في 22 دور تاني، نفس الطريقة بنفس كل حاجة، حاصل الإجابة وعايز درجة الإجابة، والله نفس السؤال اللي جه في 22 دور أول وفي 21 دور أول، نفس السؤال ما حركش فيه أي حاجة، هو يعني بص اللي هو غير الأرقام، غير الرمز وغير الرقم. هات 23 اللي إحنا كنا بنحله النهاردة. تمام؟ هات امتحان 23. سؤال رقم 43 ان احنا لسه بنحله دلوقتي، سؤال رقم 43 اهو يا دكتور حاصل الاجابه، بنفرض ان درجه الاجابه بسين وبنطلع اللي هو عايزه. تمام، نفس الكتله اللي هو كان في امتحان 22 او 21 دور تاني، نفس الفكره والله بالظبط، يعني هناك كان عايز الكتله ومدينا حاصل الاجابه، وهنا برضو عايز الكتله ومدينا حاصل الاجابه، خلاص. دور تاني 23، دور تاني 23، سؤال رقم 34، سؤال رقم 34 يا دكتورنا العزيز اهو. بص والله 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 مديها لك بالظبط، هنا عايز اعدل الجولات ونديك الكي اس بي، خلاص بتروح تجيب له، بنفرض ان درجه الاجابه بسين يا دكتور، وتبدا تشتغل، خلاص. يبقى دلوقتي لو احنا جينا نجمع الاسئله تاني، في امتحان 2021 كان السؤال رقم 40، في امتحان 2022 كان السؤال رقم 12، في امتحان لا دور تاني يا ولاد، هنا 2021 دور تاني كان السؤال رقم 12، هنا كده كان في 22 دور اول كان السؤال رقم 30، في 22 دور تاني كان السؤال رقم 16، كان في 23 بقى، في 23 بالشكل دوت كان السؤال رقم 43،
هنا دكتور كان في السؤال رقم 23، دور تاني كان السؤال رقم 34. خلاص بص، فكرة واحدة انا كل مرة هقول لك على فكرة لازم تيجي لك في الامتحان. طب يا دكتور ده جت في الامتحانات السنة اللي فاتت، اكيد مش هتيجي السنة دي.